السلام عليكم. اهلا صبحي. تعالى بقى. لقيت اللي قلت لك عليه؟ لقيت يا عم. متفرج عليها امتى؟ عاوز دلوقتي اتفرج عليها. يلا. هخلص الفيديو واروح. المهر كام؟ المهر زي ما انت عاوز، بس الاول ارتفعت دلوقتي عن الاول. امال ثوره قامت الثوره. ثوره شعبيه والحياه تغلى. يلا بينا يا عم. يلا. حط المقاشه مطرح. نظف ودخل المقاشه جوه. هنجيب لك احنا الدكان دي. وشوف بس الله. انت لازمني الدكان. ما اصلا واقف هنا مش مستريح. باب البيت 11. النسوان داخله. اجا كنص التراب. اسمي عبد العزيز فهمي محمد وشهرتي بيجو النجار. على قد الواحد ما فرحان للثورة، على قد ما جت وحشة برضو علينا. من ابتداء ما قالوا الثورة والشباب نزلوا بتاع، الحياة توقفت، صناعة توقفت، كله بقى يفكر اللي هو ياكل ويشرب بس، بقى صراع في الأكل. فاضطريت اللي أنا أعمل بيع وشراء أكل شرب، وسبتني بقى من الصنعة. سبني من الصنعة خالص. أيوة يا أبوي، علبة كروباتي. الزبائن واخدة أجازة النهاردة على الأكل.